انا بس اللي اقول مين اللي يمشي ومين اللي يستنى. المطرح مطرحي وكل من هي حر في ملكه. عداك العيب، وعشان كل واحد حر في ملكه انا بقول لمباهج يلا بينا. انت اشتريتها حاجة زي كده؟ خلاص اشتريها واديك عرق ايدك. لا يا معلم، دي مش للبيع، دي للفرقة بس. الله، طب افرضنا عايز اتكلم معاه اصاحبها. ما تصاحبنا انا يا اخي. ما تنفعش. ليه؟ اخلاقك ما تعجبنيش. ما بلاش حكاية الاخلاق دي يا معلم. ده دي وانت مالك ومالها يا اخي؟ كل حي حر في ملكه. تعالي. لا هتمشي ودلوقتي حالا. وبعدين معاك بقى راجل مكلف دماغي ومش عاوز دوشه. قلت هتستنى يعني هتستنى، وانا قلت هتمشي يعني هتمشي. ده دي نسأل صاحبة الشقة. وهو معقول اسيب المعلم ابو الهدد ابو العز ابو الفلوس كلها؟ هغرقك ذهب، هتمشي على البنكنوت، هسفرك اوروبا، ولو حبيت اشتري لك شهاده الدكتوراه هشتريها لك. انا ابو الهدد ابو العز ابو النغنغه كلها. حقيقي من هد وجد. البت فين؟ اختي فين؟ امتى اتكلم؟ يا وليه يا مادي، لما نستفسر من الجدع كيف ما اصبحت يا سي عبدو؟ زي الزفت. عشان انتوا بتصدقوني لما اقول لكم بلاش تروح لحد، ادي لنا ابني بهدله قله الهمه. كلهم في الوزه. امتى اتكلم؟ البت فين؟ انا سعدت البيه. الله، هو انت واخدها ترقص ولا واخدها تبات؟ انا لما هناك هناك لما حبيت ادحر معاهم رموني في النيل، بس انا مش هسكت، انا هتصل. ايوه لازم تتصل، هما بنات العائلات لعبه، لازم نبلغ الكراكون. يا وليه يا فقريه، هتبلغي الكراكون تقول لهم ايه؟ اختي مفتحه لها طاقة الاد. كلام الايه اللي بتقوله ده يا راجل؟ ناقص ناصح ناصح. طمني يا عمر، انا هروح اجيبها بنفسي، وان حد منعني ههد الدنيا. بقول لك ايه، لا تهد ولا تتنيل. انت تخش تدفى تحت اللحاف وتسيب موضوع مباهج ده علي انا، مهما كانت برضه مباهج شرفي وعرضي. الحكومة تبني 10,000 مسكن جديد. حلو قوي. حلو يا معلم؟ دول بيقولوا بيبنوا. وماله، هم يبنوا واحنا نهد، كل احد في جو. قول شوف لنا فيه ايه اخبار تاني. عكس.